وفاء. بسم الله ناخذ الطريقه والمقادير. واخا الاخت هنا عندنا الحرشه بالحليب، عندنا نصف لتر ديال الحليب وكيلو د السميده، وعندنا واحد خماره حمراء. نعم. وكاز زيت وكاز سكر. بلاتي بشويه كتزربي علينا اخت وفاء، المستمعات خصهم باش يشدوا معاك العبار. نعاودوا معاك. عندنا كيلو د السميده على حساب، يعني كل واحد على حساب. نعم. كل واحد عباره. عندنا كيلو د السميده ولتر ديال الحليب وخمارة حمراء وكاس زيت وكاس سكر. يعني الطريقة سهلة. يعني الحليب نص لتر ديال الحليب كنسخنو شوية، ومهم كنوضعو ديك الخمارة الحمراء كنديرو الزيت والسكر وكنخلطو ديك الحليب. المهم كنشدو البلاطو كنخلطوه، كنشدو البلاطو كندهنوه بشوية بالزبدة، كنديرو عليه شوية السميدة وكنحطوها فيه وكنديروها في الفران. هذه كديريها على شكل حريشات صغار؟ لا، اللي بغا يديرها بحال هكا كيديرها، واللي بغا يديرها بالشكلات، يعني المهم أي واحد كيفاش بغا يشكلها. ولكن واش كديرها؟ راني مرتبكة بزاف والله. ما كاين علاش تخلعي اختي وفاء، حنا كان خواتات بيناتنا كنهضروا الحمد لله. اول مره عارفه واكيد اول مره وراني مخلوعه. شوف ما عندكش علاش تخلعيها، انت تنفسي مع راسك وعليك الامان. اذا هاد الشيء السيده انت كتقترحي انها تصوب على شكل كيكه، يعني تخليها جزء واحد ولا تكون على شكل كريسات حريشات صغار؟ لا، كاين اللي بغا يخليها، انا كنخليها بحال هكا بحال كيكه. كتقطعيها من بعد؟ او كتقطعيها من بعد وكندير على المهم كندير الحرشه مرة، المهم كنديرها بحال بهذه الطريقه. وكندير فيها شويه د الشكلاط في الوسط، ملي كنفرغها في البلاطو كنديرها شويه د الشكلاط. كي كديري الشكلاط؟ واش الشكلاط مذوب ولا الشكلاط خضره؟ مذوبة وكنديرها في الوسط وكتجي لذيذة، يعني ماشي يعني كندورها شوية على شوية. كندير نص العجينة وكندورها شوية د الشكلاط وكنرجعها وكنكمل عليها ديال الخليط. كتجي زوينة وكنخرجوها وكنقطعوها كتجي زوينة، باش ما بغيتي تاكليها تاكليها بالكوفيتير. المهم أي واحد والذوق ديالو. تبارك الله عليك وخلاص. الله يعطيك الصحة أخت وفاء، شكرا لك كثير. وعندي واحد الوصفة أخرى إلا بغيت تسيرها فيها هكا. معنا اخت سهيه اللي غادي ناخذوها من الخط. فانا كنشكرك. الوصفه اللي بغيتي تعطي لينا ديالاش؟ لا، بغيت نعطيك واحد المسمن حتى هي سهله. يلا ناخذوه بسرعه باش ناخذوا الاخت اللي معنا تاهي على الخط. اخت صفاء، كنديروا على حسب اللي بغيتي مقدار ديال الطحين، كنديروا الفورت. اذا هذا المسمن شنو كيجي فيه، شنو اللي مختلف فيه؟ المهم نديرو الفرس. نعم. ونديرو شوية د الخميرة د الخبز بحال شكل المسمن. إييه. شوية د الملحة صافي، وكنعجنوها. ملي كنخرجوها كنديروها كويرات صغيورين، كنقرصوها كنشلضوها بالموس وكنقليوها، كنديروها في شي كاسرونة ولا شي حاجة كنقليوها، كتجي زوينة بحال شكل الوردة. كنذوقوها بالعسل، واللي بغا بالكاوكا ولا باللوز مقليه ومهرمش، كتجي زوينة. سنة. شكرا لك كثير يا وفاء من ناظور. بزاف اختي سناء، راكي عزيزه، راكم عزاز ومونسينا والله الا صدق. اختي سناء راكي منوره، ربي يخليك منوره بحال وجهك. ربي يخليك، شكرا لك كثير. الله يخليك البنيته ومنور الدار، وشكرا بزاف حتى انت. شكرا لك اختي.